الاندكشن موتور ايش درسنا لحد الان في الاندكشن موتور؟ درسنا الروتيتنج كونستانت ماجنيتيود ماجنتيك فلكس، مش هيك متذكرين؟ وهذا بينشأ عندي من ايش؟ عندي 3 كويلز كل في بينهم سيبريشن 120 درجه ان سبيس، وبحط عليهم 3 فيز الكتريكال سبلاي، بمرر 3 فيز الكتريكال كارنت سيبريتد 120 ديجريز ان تايم، نشأ عندي روتيتنج كونستانت ماجنيتيود فلكس. فاذا نيجي نطلع الان على ستيتر، وهذا ستيتر يصلح للاندكشن موتور ويصلح لايش كمان؟ للسينكرونس موتور. اي اي سي ماشين بامكاني باني اعمل اذا عملت روتيتنج كونستانت ماجنتيود فلكس، ايش السرعه اللي بلف فيها هذا الفلكس؟ ما حسبنا، احنا حسبنا السرعه مش حسبنا ايش حكينا ايش السرعه اللي بلف عليها. صحيح حسبناها مش طيب. هذا الروتيتنج ماجنتيود فلكس، الفلكس راح يلف على سرعه، السرعه هاي بنسميها الان سينكرونس سبيد. والسينكرونس سبيد على ايش بتعتمد؟ بتعتمد على السينكرونس تبعت السبلاي التدفق، فبتساوي اف، ومع ايش كمان؟ لا لا، السرعه الحركه اللي تتحرك فيها، السرعه اللي تتحرك فيها بتعتمد على اف، وبتعتمد على عدد النمبر اوف بيرز اوف بولز، او بتساوي خلينا احطها بعدد البولز بير فيز. اذا السرعه الدورانيه اللي تلف فيها هات وحدتها بالار بي ام بتعتمد على الفريكونسي تبعت السبلاي اللي هي 50 هرتز او 60 هرتز، عدد البولز بير فيز بي نمبر اوف بولز بير فيز. ايش اقل عدد ممكن بولز بير فيز؟ اقل عدد ممكن، لا يمكن يكون اقل منه. بير فيز كم فيز انا عندي هون للمشين؟ 3 فيز. اذا انت قلت 6، اذا قديش المينيمم بير فيز؟ 3 بير فيز. انا عندي 3 فيز، 6 على 3 قديش؟ رياضيات، راجع الرياضيات. اذا عندي 2 مينيمم نمبر اوف بولز بير فيز، لانه انا ما ممكن يكون عندي اقل من 2 بولز، ماجنتيكلي دائما عندي 2 بولز. فاذا كان عندي زي ما احنا اذا بتتذكروا حكينا، لو كان عندي هون سيليك وسيليك، هذا راح يكون ماجنتيك فلوكس له نورث وله ساوث. فاقل عدد مينيمم نمبر اوف بولز بير فيز، بير فيز لما يكون عندي 3 فيز بيكون في 6 بولز صحيح، بس بير فيز راح يكون عندي 2. اذا اقل عدد ممكن من البولز هو 2. الفريكونسي تبعت السبلاي قديش؟ عادة راح تكون 50 هرتز او 60 هرتز، فخليني افترض مثلا انها 50 او 60 هرتز، اذا راح يكون عندي الان سينكرونس سبيد بتساوي 50 120 على 2 بولز بير فيز. 120 على 2 60، 60 في 50 طيب هاي السينكرون سبيد، مين اللي بنفتح السينكرون سبيد في حاله الاندكشن موتور؟ هون ايش اللي عماله بلف على السينكرون سبيد؟ الروتر الفلكس الكونستانت ماجنتيود روتيتنج فلكس. اذا في حاله الاندكشن موتور الفلكس هو اللي بلف على السرعه هاي اللي هي 3000 ار بي ام، الروتر راح تكون سرعته ابطا، وراح نشرح اليوم مبدا عمل كيف بنشأ عندي تورك في الاندكشن موتور. اذا لو طلعت انا في داخل هذا المحرك، لو كان هو له 2 بولز بير فيز والفريكونسي كانت 50 هرتز، راح يكون هذا عماله بلف بسرعه مقدارها 3000 ار بي ام. هلا في داخل هذا الستيتر راح نحط روتر، وتطلع اذا بتطلع على الروتر راح يكون شكله زي هيك، بنسميه سكويرل كيج اندكشن موتور. يعني هذا عندي هون الروتر، والروتر راح يكون محطوط فيه بارز اوف كوندكتنج ماتيريال. زي ايش ممكن تكون الكوندكتنج ماتيريال من البارز؟ كويل. ايش حكيت؟ ايش في كوندكتنج ماتيريال مناسبه ممكن احطها؟ نون فيرومغنتيك. كويل. مش سامع شو انت حكينا. نحاس. نحاس تمام، اذا هذه ممكن تكون نحاس، ايش ممكن كمان تكون؟ ستيل. ستيل ما بينفع، لانه ستيل ممكن يكون ماجنتيك. ايش كمان في ماده؟ الذهب. غالي الذهب.
ألمنيوم، تمام. مين حكى ألمنيوم؟ تمام. إذا ممكن البارز الداخلية تكون نحاس أو ألمنيوم. مين أحسن يا أحمد جميل طاهر عروق، نحاس ولا ألمنيوم؟ نحاس. نحاس ليش؟ إنه الكوندكتيفيتي تبعته أحسن، لكن طبعا سعره أعلى. في بعض المطارات تستخدم ألمنيوم. طيب السؤال هو هاي المادة اللي محطوطة فيها، يعني هذا هون كأنه روتر مش هيك؟ جبنا احنا قضبان هاي حطيناها هون، بس هاي المادة ايش لازم تكون؟ فيرومغنتيك تمام، لأنها جزء من ايش؟ الميتال. جزء من ايش؟ اللي ايش سميناها هسه الدائرة؟ اللي هي اشتغلتوا عليها وعملتوا فيها الجزء الأول والامتحان وهذا، شو اسمها هاي؟ ماجنتيك سيركت. أشكرك. ماجنتيك سيركت. إذا أنا عندي هون راح يصير الماجنتيك سيركت، راح يتولد الماجنتيك فلكس عن طريق الكويلز الموجودين بالستيتر، راح يولد فلكس والفلكس هذا بلف جزء من الماجنتيك سيركت، صار هذا كمان الروتر بدون البارز. هذول الروتر هون في مادة هاي ماجنتيك فلكس، وشو راح أعمل بالمادة هاي اللي هون بالروتر كمان عشان أخفف من الإيدي كارنت لوسز؟ بحطها لامينيشنز، راح أكون عاملها من هون، راح تكون لامينيشنز حتى تخفف من الإيدي كارنت لوسز. هلا بعد ما انشئ الماده هاي اللي هي الفيروماجنتيك، زي ايش بدها تكون فيروماجنتيك؟ اذا الماده الرئيسيه الاحتمال الكبير هتكون الحديد. لا بصيرش نحاس، نحاس نحاس مش فيروماجنتيك، ما بينفع. هاي لازم تكون فيروماجنتيك ماتيريال قابله للمغناطيس، وهاي الماده عشان اخفف الايدي كارنت لوسز بحط هون فيها فلكس، وصار ماجنتيك فلكس يمر فيها. شو رحت بعدين عملت؟ فتحت فيها جروفز فرزات، ها؟ وهدول ايش حطيت بكل فرزه؟ حطينا هذول الكوندكترز، الكوندكترز هذول هم اللي راح ينشئ عليهم الان، راح ينشئ عليهم التورك، راح يصير التورك على كل واحد من هذول اللي موجودين هون، وهذول الطريقه اللي راح اعمل فيهم راح نعملهم زي القفص. اذا بطلع هذول الكوندكترز، الكوندكترز هذول راح نوصلهم بهذا الشكل، راح يكون في عندي رح نعمل حلقة أمامية وحلقة خلفية. خليني أمحي أول شيء الخلفيات من هون. رح نعمل حلقة أمامية، حلقة خلفية. بعدين من الحلقة الأمامية رح أوصل هذا كله، أوصل كلها هاي مادة كوندكتيف اللي هي الألمنيوم أو النحاس. عادة النحاس، بس ممكن تكون بعض المحركات تكون ألمنيوم. هذا الخط أنا حاطه مقطع حتى يكون كأنه ورق. نفس الشيء شو رح نعمل؟ هو طبعاً المفروض ما أقطع، ليش؟ أنت بتقدر تشوف من خلاله، مظبوط؟ بس أنا بس بدي أبين لك إنه هو ورجة لورق. وبعدين عندي هون كمان ايش هذا صار؟ قفص، زي القفص. قفص، عارف اي قفص؟ قفص وين هذا بتشوفه؟ العصافير. تمام، تبع العصافير. هو بسموه سكويرل كيج، السنجاب. في حد عمره كان عنده سنجاب وهو صغير؟ الفار صغير. ايوه الفار صغير. ايوه حطوه هاي الدائره. شو كان عندك انت؟ كان عندك هامستر؟ تمام، هامستر زي سكورل، زي سكورل. السكورل اللي هو السنجاب، فهذا بسموه سكويرل كيج. اذا بتطلع احيانا بقفص هذول الحيوانات الصغيره بكون حاطين له، عشان لانه ممنوع انه يروح يركض ويهرب، ايش بحطوا له؟ على الاقل يلعب ويتدرب شوي يعمل هذا، فبصير يعمل هيك ويلف القفص معه، مش هيك؟ فايش بنسميه هذا؟ والله اظن هي دبل ار سنجل اف، سكويرل كيج. هاي الماده كلها ايش لازم تكون؟ لا مش كوندكتنج، لازم تكون كوندكتنج. كوندكتنج هاي الماده اللي بده ينحط حواليها، لانه هذا ما له قوه، هذا بس عم بعطيني دائره مغلقه، فكل سلك من هذول الاسلاك موصول بال، فهذه الدائره، هاي الرينج وهذا الرينج والقضبان كلها اللي مشبوكه فيهم لازم يكون كوندكتنج ماتيريال نون فيروماجنتيك. فممكن تكون نحاس او ألمنيوم. اذا هذا سكورل كيج، وين هذا سكورل كيج راح يكون محطوط؟
هيو هذا هيك راح نجيبه هون ونحطه هون. ففي حلقه راح تكون على النهايه هاي وحلقه على النهايه من هنا. الداخل اللي ماسك اللي بعطيه سترينجز بعطيه الوزن الرئيسي شو هو؟ هاي الروتر. الروتر هذا راح يكون من فيرو ماجنتيك ماتيريال، مثلا نوع من انواع ستيل بس لازم يكون فيرو ماجنتيك. هذا بيكمل الماجنتيك سيركت، فالماجنتيك فلكس اللي جاي من هون عماله بمر بهاي الدائره. وفي عندي فاي هون زي ما حسبته بي اه بتقدر تحسب له، لو هي صعب نحسبها هون لانه شكلها غريب بالنسبه للدوائر اللي انتم اخذتوها، بس انا ممكن احسب له بي وفاي. وبهمني اعرف بي من هون. ليش مهم بي هون؟ ايش هو بي على فكره؟ ماجنتيك فلكس دنسيتي. ايش وحدته؟ تسلا. تسلا تمام. ليش مهم البي هون؟ اي بتعطيني التورك. تمام. هو راح يكون لي التورك حسب اي قاعده؟ البي اه قاعده اليد يسرى. وعندي وين البي؟ راح يتكون عندي من هون. بس اول شيء قبل ما يصير عندي بحاله اندكشن موتور لازم يتكون عندي اول شيء جنريشن. هاي راح نشوفها اول شيء، لازم تكون عندي جنريشن بمشي كرنت ولا ما يمشي كرنت بتكون. هذا راح امشي في الخطوات اللي. بس بي مهم، ولذلك انا بدي اكبر بي. عشان اكبر بي شو عملت؟ كلها هاي عملناها فيرو ماجنتيك ماتيريال. وشو بنحاول نصدر كمان قدر الامكان؟ الاير جاب، لانه الاير جاب اذا متذكرين هي بتعطيني ريلاكتنس من هون. اذا اول خطوه عملناها في الكونستراكشن هذا، اذا المحرك كله اسمه راح يصير سكويرل كيج اندكشن موتور. سكيب سكويرل كيج اندكشن موتور، باخذ سكويرل كيج بثبته بداخل هاي، وبعدين هاي كلها فيرو ماجنتيك ماتيريال وبتكون لامينيتد. واللامينيشنز مش بس بالروتر، وين بيكون في عندي لامينيشنز كمان؟ ستيتر كمان نفس الشيء، لانه ستيتر كمان راح يكون جزء من الماجنتيك سيركت اللي راح تكتمل فيها الماجنتيك سيركت راح يتكون. التورك جنريشن في الاندكشن موتور على مرحلتين غير عن الدي سي. الدي سي كانت مرحله اولى مباشره، بمرر كرنت وعندي فلكس، مش هيك؟ مذاكرين في الدي سي موتور؟ في الدي سي موتور عندي ماجنتيك فلكس بمرر كرنت، مش هيك؟ مش كنا بمرر كرنت، شو يتكون عندي؟ فورس وتورك. لا بالاندكشن موتور في مرحلتين. هلا نفترض انه هذا هون ثابت ما عم بتحرك، في ماجنتيك فلكس عماله بلف مظبوط؟ صح مظبوط. الماجنتيك فلكس اللي عماله بلف، ايش السرعه اللي بلف عليها الماجنتيك فلكس؟ اي مش هيك؟ ان سينكرونس. اذا الماجنتيك فلكس عماله بلف على سرعه مقدارها 3000 ار بي ام. اذا كل واحد من الاسلاك هذول ايش عماله بيصير فيه؟ عماله بيقطعوا مظبوط؟ مش بيقطعوا هذا الفلكس من هون؟ اذا خلينا نطلع على راح يصير فيه جنريشن في هذا السلك من هون، راح يتكون عندي جنريشن. خلينا نفترض الان مثلا انه الماجنتيك فلكس بلف باتجاه، شو حسبنا احنا؟ بتتذكروا المره الماضيه حسبنا ايش كان لف؟ خلينا نفترض زي ما حسبناه كان يلف كلوك وايز. ها؟ فخليني افترض انه الماجنتيك فلكس دنسيتي عماله بلف كلوك وايز. طيب نطلع على هذا السلك اللي موجود هون، هذا واحد من الاسلاك، وين هذا جبته انا السلك؟ من وين؟ هو واحد من الاسلاك هذول. نطلع عليه هلا هون، عندي في فلكس جاي عليه. فالفلكس وين اي اي اصبع الفلكس؟ هي مش هيك؟ ففي عندي ماجنتيك فلكس جاي عليه بهذا الاتجاه. في حركه. هل في حركه للسلك؟ السلك لسه ما بتحرك، مين اللي فيه له حركه؟ الفلكس وعم بتحرك، بس كانه السلك عماله بتحرك بالنسبه للفلكس، مش هيك؟ يعني بقدر اقول انه السلك ثابت والفلكس بتحرك بالنسبه له، او الفلكس ثابت والسلك بتحرك بالنسبه له، ما هي نفس الشيء، مظبوط؟ الفلكس عماله بتحرك بهذا الاتجاه، فكانه السلك بتحرك باي اتجاه؟ هذا مش هيك؟ مظبوط؟ يعني انا سواء حطيت السلك هون وحركت الفلكس هيك، او ثبتت الفلكس وحركت السلك هون نفس النتيجه، مظبوط؟ اذا خلينا نطلع، اذا الفلكس بتحرك بهذا الاتجاه معناها السلك كانه بتحرك باي اتجاه؟ مش هيك؟ اي اصبع من هذول للحركه؟ الوسطى الابهام، الوسطى كهرباء دائما. هذا فلكس، مظبوط؟ اذا الابهام هو الحركه، اذا الحركه هيك والفلكس راح يغلبنا هذا، طيب. الفلكس بهذا الاتجاه والحركه بهذا الاتجاه، مظبوط؟ الفلكس بهذا الاتجاه والحركه بهذا الاتجاه، اذا الفولتج بوين داخل بالصفحه، مظبوط؟ اذا داخل بالصفحه معناها راح يسبب عندي كارنت بهذا الاتجاه، مظبوط؟ طيب، هي اول مرحله، ايش صار عندي؟ ايش اول مرحله؟ جنريشن، مظبوط؟ تولد، واضح ليش تولد عندي فولتج بهذا السلك؟ لانه في عندي سلك عم بيتحرك بالفلكس، هلا هو ما بيتحرك، الفلكس بيتحرك بالنسبه له، بس نفس الشيء صار في حركه. وتولد هلا في فولتج، والفولتج رح يسبب كرنت داخل بالصفحه، الكرنت هذا وين بده؟
هي انا 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 سامح له المجال انه يلف مش هيك؟ انا سكرت له الدائره مزبوط؟ مش في له مسارات كثيره يمر فيها؟ اذا السلك ايش راح يعمل؟ راح يمر كرت بهذا السلك داخل بالصفحه وبعدين بضل داخل من هناك وبرجع في الاسلاك الثانيه. هي هدول صارت دائره هي معقده مش هيك؟ في دوائر كثيره. بس اللي بيهمني انا ايش؟ انه هذا السلك اللي احنا اطلعنا عليه اللي داخل بالصفحه تكون فيه فولتج هيك مزبوط؟ والكرنت مشي فيه بهذا الاتجاه. هلا صارت المرحله الثالثه. المرحله الثانيه مشي كرنت، المرحله الثالثه ايش راح تصير؟ عندي سلك ماشي فيه كرنت مش هيك؟ وفي ايش حواليه؟ فلكس. ايش راح يتكون عليه؟ فولتج. لا حركه تورك مش هيك؟ تكون او فورس عليه مش هيك؟ طيب بنطلع على هون بننتقل لليد الثانيه. الكرنت اي هو؟ هذا مش هيك؟ الصفحه. هي مش هذا ولا الالكتريكال دائما؟ داخل بالصفحه. الفلكس بهذا الاتجاه ايش راح يتكون؟ يتكون عليه فورس بهذا الاتجاه. الفورس نفس اتجاه حركه المغناطيس؟ نفس اتجاه العكس. لا طلعوا كيف عم بلف الماجنتيك فلكس؟ نفس التورك ايش راح يصير؟ كانه بسحب ورا، كانه عماله بسحب يعني هذا وين راح يبدا يلف هلا الروتر؟ بهذا الاتجاه. والفلكس كيف كان يلف؟ بهذا الاتجاه. احنا هون انتبهوا، هاي الحركة شو كانت؟ حركة السلك أو ظاهرية، الحركة الظاهرية للسلك بالنسبة للفلكس. إذا رح يتكون عنده هلا نفس الشيء، السلك هذا رح يتكون عليه جزر، والسلك هذا رح يتكون عليه جزر، مجموع الفورسز كلها هذول ايش رح تعمل؟ تورك. رح تعمل تورك، رح يتكون عندي تورك في هذا المحرك.